الإنسان هذا المخلوق المكرم من أسرار تكريمه الروح والعقل. الروح بتتلقى عن الرحمن وتتصل بالوحي الشريف، والعقل هو الموكل باختيار طريق ربنا سبحانه وتعالى والتفريق بينه وبين الطريق الغلط، وتبقى الروح حية بالوصل مع الخالق وبنشر الخير بين الخلق. أما العقل فغذاؤه هو أشرف شيء في الوجود، وهو العلم، وهي الدعوة المستمرة المأمور بها رسول الله: وقل ربي زدني علما. واللي بيتعلم وبيبني عقله بيبقى وريث لسيدنا رسول الله، لأن هو قال: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والعقل اللي غذى العلم عامل زي الروح، بيتغير، ملوش حصانة. يعني لو شفت واحد مثلا موصول بربنا ساكن الروح، لو قطع هذه الصلة بربنا وظلم الناس وأكل مالهم، هتحصل له عكارة في روحه بعد الصفاء. وكذلك العقل، مهما كنت حكيم ورزين، لو ما كنتش بتحمي عقلك من الأفكار الفاسدة الغير صحية، هتبقى عامل زي الشخص القوي اللي أكل أكلة فاسدة فصار طريح الفراش مريض. فأنت محتاج تحمي عقلك. احمي عقلك بتعلم أنك أنت تعمل له مايند بلوك، أنك تغلقه عن الكلام الغير مفيد. اعمل بلوك أنه ما يتصبش فيه غذاء فاسد يمرضه ويخليه سطحي وهايف ومركز في التفاهات ومشغول باللي يضيع العمر. وده اللي ربنا ذكره في القرآن سماه اللغو. قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. قال تعالى في صفة عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني دون أن يتأثروا. محتاجين نعمل بلوك قدام العقل عن الأخبار السلبية اللي ملناش فيها دور للإصلاح. وانت سايق في الزحمة والناس بتتخانق في الشارع، اعمل لنفسك بلوك عن الكلام ده بذكر بتذكره أو حاجة بتسمعها، عشان ما تروحش وانت عقلك مرهق. الحاجة التانية بعد البلوك، الإعراض عن اللغو ده، رقم 2: نظف محيطك، محيط عقلك. بيسموه المتخصصين الاستحمام الفكري، mental hygiene. يعني ايه تنظف محيطك؟ انك تساعد عقلك يبعد عن الناس اصحاب المظاهر والمتشائمين والمسفهين من القيم. وربنا يذكرها في القرآن: واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. انا بفر من اي حد بيسفه القيم او بيتريق على الاخلاق او بيتريق على التدين، ده شيء بيزعج عقلي ويلوث افكاري. وصاحب اللي يغذي عقلك، لان اللي بيغذي عقلك كانه بيصب من عقله في عقلك، فعقلك بيرتقي. وكان الصالحين زمان يقولوا: جالسوا الكبراء وخالطوا الحكماء واسالوا العلماء. وسيدنا عيسى لما تسال: من جالس يا روح الله؟ قال: جالس من يذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. نقي مين في محيطك. يبقى عقلك ده هو الجندي اللي واقف ورا تصرفاتك واختياراتك وقراراتك. حافظ على صحة الجندي ده واحميه، وخلي عندك دايما معيار: أنا عقلي دلوقتي سليم ولا متأثر بسفاسف الأمور؟ قالك المعيار إيه؟ قال: أصحاب العقول الصغيرة يتكلمون عن الأشخاص، مشغولون بالكلام عن الأشخاص، وأصحاب العقول المتوسطة مشغولون بالكلام عن المظاهر والمقتنيات، وأصحاب العقول الكبيرة الحكيمة مشغولون بالكلام عن الأفكار والقيم والمبادئ. فاحفظ عقلك، لأن قراراتك واختياراتك وخطواتك وراها هذا العقل. فاللهم احفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ عقولنا من فاسد الأفكار، ونجنا يا رب من خواطر السوء، يا عزيز يا غفار.